شؤون دينية والأوقاف دكتور يوسف بالمهدي عن تنصيب 38 إماما مفتيا عبر ولايات الوطن، وذلك بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في الجزائر. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة عبر الهاتف جلول حجيمي الأمين العام لفيدرالية الأئمة وموظفي شؤون الدينية. صباح الخير سيد حجيمي. صباح الأنوار، يا مرحبا. إذن كما ذكرت أعلن أمس وزير شؤون الدينية والأوقاف عن تنصيب 38 إماما مفتيا في الجزائر، وذلك بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في الجزائر. يعني اليوم ماذا يعني تنصيب 38 إماما مفتيا في الجزائر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في هذا اليوم الأغر من أيام رمضان المبارك. الأمر المتعلق باستحداث وظيفة أو رتبة إمام مفتي في الجزائر الطيبة، هذا أمر كثر فيه الحديث منذ فترة على أنه لا بد من إيجاد هذا المنصب حتى نستطيع في كل ولاية أو في كل جهة أن يكون لنا مفتي، وهذا المفتي يقوم بدوره المنوط الذي يتعرض بقضايا الناس وأحداثهم وواقعهم، وخاصة عندما نجد بعض الاضطرابات في الفتاوي التي تأتينا من المشرق والمغرب ومن خارج الوطن، وبأجندات وبأفكار وبمذاهب وبأطروحات تخالف واقعنا وتخالف معتقداتنا وتخالف جوهر ما عاش عليه الآباء والأجداد، وكنا من السباقين الذين دعوا إلى تأطير وتأسيس هذا الموضوع المتعلق بالفتوى، لأن من خلاله تدخل أشياء كثيرة أو دخلت أشياء كثيرة شوشت وتشوش على الوطن وعلى المواطن، وهذا ما يعمل على دعم الأمن القومي للوطن. يعني لدينا دول صديقة وشقيقة لها مذاهب فقهية تحافظ عليها وتحافظ على مرجعيتها وتحافظ على أدائها، كذلك ينبغي للجزائر أن يكون لها مفتيين سواء في ولاياتنا أو في دوائرنا أو في غيرها، حتى نستطيع أن نقدم رؤية متماسكة متعاونة موحدة في إطار المرجعية الدينية الوطنية التي نعمل على الحفاظ عليها وعلى تثمينها وعلى الدفاع عنها، وهذا أمر ينبغي أن ندعمه لأنه يساهم في دعم وإرساء المرجعية الدينية الوطنية فقط. ربما نعم سيد حجيمي، بالحديث عن المرجعية الدينية منذ أيام افتتح جامع الجزائر، وهو الذي يعول عليه أن يكون منارة للمرجعية الدينية الجزائر وتوحيد الصفوف، اليوم هل يمكن اليوم أن نعتبر هذا افتتاح الجامع بالإضافة إلى تقديم هذه الخطوة الأولى نحو يعني وجود مفتين في الجزائر، هل اليوم يمكن للمواطن الجزائري أن يستغني عن كل يعني ما ذكرت سابقا الفتاوى من الخارج أو استيراد الفتوى من كل حدب وصوب؟ هو جامع الجزائر هو منارة، هو صرح وفق الله عز وجل السيد الرئيس ومن معه إلى إنشاء هذا الصرح الذي يواجه كل تحديات المجتمعات سواء خارجية أو داخلية. بالدرجة الأولى يعمل على تثمين وعلى ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية، لأن كان عندنا صراع حتى مع الوزارة الوصية فيما يتعلق بانتقادنا لأدائها في المرجعية الدينية الوطنية، وقلناها صراحة نهار جهار نهار أمام الملأ بأن المرجعية في خطر، والمفتيين هؤلاء الذين عمل السيد الوزير على الإعلان عنهم أو على تثبيتهم أو على ترسيمهم كان من المفروض أن يمر على الشريك الاجتماعي باعتبار أن الحلقة التي ينبغي أن يتواصل معها الجهة الرسمية في أننا يخرج لنا مفتيين، نحن نركز على المفتيين أن يكون مفتي متبع للمرجعية الدينية الوطنية، لأننا رأينا في أرض الواقع وفي حقيقتنا أن في خروقات من حيث الوزارة على أساس أنه في أناس مخالفين للمرجعية
أصبحوا لهم يتصدرون بعض المجالس وبعض الهيئات وبعض المديريات، وهذا الذي قلناه صراحة. ولهذا نحن إذا كان في طرح موازي يعمل على أنه إنشاء أو الإعلان عن المفتيين هؤلاء وهم أصحاب مرجعية وخط وطني في إطار الجامع الجزائر الذي يعمل على إبراز وتثمين المرجعية الوطنية، فنحن نسير في هذا الخط. ما يهمنا أنه يهمنا التماسك والتآزر والتناصر والتعاون في إطار الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية وتثمين كل ما يمكن تثمينه في الواقع. وإذا كان فيه حديث أو نقاش بين المرجعيات الأخرى يكون في إطار المرجعيات، لا يكون في إطار عوام الناس حتى يصبح كل واحد يفتي بفتواه، هذا يقول اليوم رمضان ويقول ذاك غدا، وهذا يختلف في مسألة بسيطة، وهذا يؤدي إلى خلاف، وذاك يكفر ذاك وإلى غير ذلك. تنامي التكفير والتفجير والتطرف كل هذا كان بسبب دخلتنا أفكار، هذه الأفكار في ثوبها الإسلامي لكن تعمد على زرع القلاقل والفوضى في المجتمع الجزائري. شكرا جزيلا لك جلول حجيمي الأمين العام لفيدرالية الأئمة وموظفي شؤون الدينية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بارك الله فيك وشكرا لك. أوكي فيك، بارك الله.